حسب تقريرنا هناك 56 دولة لها قيود على حرية العبادة. حدثت هناك أعمال مؤسفة ومقلقة ضد الناس وضد الموظفين. كانت هناك كراهية، وبطبيعة الحال عندما يكون هناك حد على الكراهية ضد موظفين في وزارة الخارجية فهذا شيء مؤسف، وسنواصل نضالنا ضد معاداة السامية. لا يتعلق الأمر بمهاجمة يهود فقط، وإنما مهاجمة مبادئ وقيم أمريكية، ولذلك نحن سنواجه كل هذه الرسائل التي تحرض على معاداة السامية وعلى الكراهية. ديبرا وميشيل سيساعداننا على فعل ذلك. التحقيق جار، وستكون هناك معلومات إضافية سنتشاركها معكم بمجرد ورودها. وزارة الخارجية الآن لديها 65 شخصا ينتظرون تأكيد أسمائهم والموافقة عليهم ليبدأوا عملهم، وكذلك 29 اسما هم موجودون لدى مجلس الشيوخ، وبمجرد موافقة على أسمائهم سيبدأون عملهم. وبطبيعة الحال تعرفون جائحة كورونا، وتم تأجيل العديد من الأشياء، لكن الأمريكيين يحتاجون خدماتنا. نحن نحتاج العمل أكثر في الكثير من القارات، وهؤلاء الأشخاص بمجرد اعتمادهم والموافقة على أسمائهم قبل نهاية شهر أغسطس سيبدأون عملهم. دعوني أنتقل إلى موضوع آخر. حتى لو انسحبنا من أفغانستان فإننا سنبقى منخرطين بعمق مع الشعب الأفغاني. سنبقى نعمل وندعم الأفغان للحرص على سلامتهم وأمانهم ودعم مؤسساتهم، وكذلك للحفاظ على المكاسب التي حققناها في 20 عاما الماضية. سنحن نبقى داعمين لهم حتى بعد الانسحاب. سنبقى ندعمهم بكثافة في الدبلوماسية لإجراء حوار مع الطالبان، وذلك من أجل تحقيق سلام وسلام مستدام. سنعمل أيضا مع الدول في المنطقة التي لها دور في إقرار السلام في أفغانستان، وأن تكون أفغانستان ديمقراطية. في الوقت نفسه أفغانستان عملت مع الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة ما منذ 2001، وكان هناك مخاوف واضطهادات والعديد من الأشياء التي حدثت وستحدث بعد انسحابنا. ونحن نقول إنه إذا وقفت الدول الإقليمية معنا سنقف معها من أجل استقرار أفغانستان. كان هناك العديد من التأشيرات التي أصدرناها للأفغان ولأقاربهم. العام الماضي أصدرنا 8,000 تأشيرة، والآن سرعنا هذا النظام، والكونغرس زاد الميزانية من أجل أن نخصص 8,000 تأشيرة أخرى. كانت هناك رحلة وصلت يوم الجمعة تحمل الأفغان، وهناك رحلة أخرى وصلت صباحا، وهذه الرحلات ستتواصل من أجل نقل الأفغان الذين عملوا معنا إلى هنا. نحن قلنا إن هناك أكثر من 1600 شخص قدموا طلباتهم، وهم على وشك أن ينتهى من معالجة طلباتهم. لذلك الأفغان الذين لهم الشروط يمكن أن يأتوا إلى هنا أو يذهبوا إلى دولة ثالثة إلى أن تتم استكمالات إجراءات طلباتهم ورد عليها وحتى يكونوا في أمان. وأنا قلت للزملاء في وزارة الخارجية إننا سنواصل العمل في النظام وعملية ملاذ الحلفاء، وذلك من أجل حماية الأفغان الذين عملوا معنا. كما تعلمون نظام التأشيرات الخاصة هو يدرس بشكل دقيق. نعلم أن هناك أفغانا لا تنطبق عليهم المواصفات، لكنهم ساعدونا ويستحقون أن نساعدهم بالمقابل. بعضهم لا تنطبق عليهم المواصفات، على سبيل المثال هم عملوا مع مشروع كان له صلة بالحكومة الأمريكية ولكن ليس بشكل مباشر مع الحكومة الأمريكية. هناك أيضا موظفون كانوا عملوا معنا مؤخرا فقط، وبعضهم كانوا عملوا في مؤسسات إعلامية أو في مؤسسات للمجتمع
للمجتمع المدني وقدموا إسهامات عديدة للمجتمع الأفغاني. اليوم نعلن في الخارجية نظاما جديدا يهدف إلى أولئك إلى مساعدة أولئك الذين لا تنطبق عليهم المواصفات. نحن خصصنا أولوية ثانية لإفادة ومساعدة هؤلاء الأفغان الذين عملوا معنا ولكن ليس بشكل مباشر. هناك عمل دؤوب في هذا الصدد وسنقوم ببذل جهود إضافية. هناك تسخير للعديد من المهام. نعرف أن هناك تحديات عديدة لكننا نأخذ مسؤوليتنا مع الأفغان بشكل جدي، ونعرف أنه لنا تاريخ طويل في الولايات المتحدة الأمريكية في الترحيب باللاجئين وجعلهم يشعرون بأنهم في بلادهم وينخرطوا ويندمجوا في المجتمع، ونسخر لذلك مجتمع المدني وكذلك المؤسسات المختلفة والعديد الآلاف من المتطوعين الذين يساعدونهم. هذا يعكس صداقة أمريكا وسخاءها. الكثير من الأمريكيين يقولون كيف يمكنهم أن يساعدوا الأفغان على إعادة استيطانهم هنا في أمريكا. نقول إن هناك وكالات ستقوم بدورها، هناك مواقع إلكترونية أيضا تخدم في هذا الصدد. هذه الوكالات تعمل دائما وستكون ممتنة لكل أولئك الذين يمدون يد المساعدة من الأمريكيين لمساعدة الأفغان. أقول مرة أخرى، مع انسحاب قوتنا نبقى منخرطين وسنبقى داعمين للأفغان للمساعدة الإنسانية وأيضا الدبلوماسية وعملية السلام. الشعب الأفغاني يحتاج إلى سلام مستدام وكذلك الفرص التي ستفضي إلى تحقيق هذا السلام. سنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق هذا الهدف. سنواصل الترحيب بالأفغان لاجئين ومهاجرين وذلك امتنانا لمساعدتهم لنا. لن ننسى ذلك. شكرا جزيلا. سيد وزير الخارجية، أنا امرأة أفغانية وعانيت كثيرا وأعرف أن هناك من يعاني وما يزال يعاني. شكرا جزيلا على خدمتكم. لكن الشعب الأفغاني ما يزال يعاني، وكذلك هناك صحفيون أفغان وخصوصا الصحفيات الأفغانيات، هم يعانون كثيرا ويعانين كثيرا. هل هناك أي معلومات عن مساعدتهم؟ كذلك طالبان تكثف هجمات في أفغانستان. اليوم سفارة بريطانيا في كابول قالت إن طالباً قتلت العديدين في قندهار. هل لديكم أي ردود؟ وماذا عن المفاوضات التي ترعاها قطر؟ بالنسبة للأفغان الذين قد يخشون الانتقام والقتل والاستهداف والعنف والذين قد لا تنطبق عليهم مواصفات المنصوص عليها في نظام التأشيرات الخاصة، كما قلت هناك نظام ثان يمكن أن يتقدموا إليه، وهم لهم الحق في أن يطلبوا اللجوء في الولايات المتحدة الأمريكية ويقدموا طلبا بهذا الخصوص. وحتى أكون واضحا، يجب فعل ذلك من دولة ثالثة من خارج أفغانستان، لكن بطبيعة الحال هناك وكالات تقوم بمعالجة هذه الطلبات. رأينا تقارير عن الاعتداءات التي نفذتها طالبان في عدد من الأماكن عبر هجماتها المتعددة، وهذه التقارير مزعجة ومقلقة جدا وغير مقبولة على الإطلاق. وبطبيعة الحال هذه الأحداث تجعلنا نقول الآتي: طالبان قالت بشكل متكرر إنها تسعى إلى تحقيق عدد من الأشياء في المستقبل، تسعى إلى أن يعترف المجتمع الدولي بها وأن يدعمها المجتمع الدولي، يريدون أن يسافر قادتهم بحرية، يريدون رفع العقوبات وذلك عليهم. ولا شيء من هذه الأمور سيكون ممكنا إذا واصلت طالبان مسعاها للسيطرة على أفغانستان بالقوة وواصلت اعتداءاتها كما نرى الآن. أفغانستان كما قلت في السابق، إذا لم يتم احترام حقوق الأفغان من قبل طالبان، وإذا لم يكن هناك حكومة شاملة دامجة، وإذا لم يكن هناك حفاظ على مكاسب العشرين عاما الماضية، فإن طالبان لن تحقق أي هدف من أهدافها. شكرا جزيلا.
كيف سيتمكن الأشخاص الذين يقدمون طلباتهم لنظام التأشيرات الخاصة يمكن أن ينتقلوا من أفغانستان إلى دولة ثالثة؟ ونعرف أن طالبا تسيطر على عدد من المنافذ، كيف سينتقلون ويسافرون بأمان؟ وبالنسبة لإيران، هل تعتقدون أنه ستكون هناك أي إجراءات ستتخذ من قبل أمريكا وإسرائيل أو بشكل مشترك بين أمريكا وإسرائيل ضد الهجوم الإيراني؟ بالنسبة للأفغان الذين يسعون إلى مغادرة أفغانستان وتقديم طلبات لنظام اللاجئين وما إلى ذلك، نعم أنت محقة، هذا صعب، ليس الأمر بالهين والسهل، وعلى عدد من المستويات من الصعب جدا ترك كل شيء، الأصدقاء والمجتمع واللغة والثقافة وكل شيء والسفر إلى بلد آخر، ومن الصعب أيضا الذهاب إلى مكان يمكن أن يكون فيه فرص وأيضا مخاطر، وذلك من أجل التقدم بطلب للجوء. نحن ندرك هذا الأمر، وبالنسبة لنا نعرف أن هذا حال ملايين الأشخاص الذين يجدوا أنفسهم حول العالم في وضع صعب، ونحن نتحدث الآن عن أفغانستان. هناك مجموعة من الأشخاص الذين عملوا معنا وعملوا أيضا مع منظمات المجتمع المدني ومع مؤسسات إعلامية، فتيات ونساء يشعرن أنهن في خوف وخشية ولا يأمن بشأن مستقبلهن. ولذلك أنا أقول مرة أخرى، الناس عليهم أن يتخذوا قرارات صعبة من أجل أن يحرصوا على إيجاد مكان آمن وسالم، وسنفعل قصارى جهدنا من أجل مساعدتهم وبما في ذلك تلك الأماكن الثالثة التي يلجأون إليها في انتظار أن يبت في طلباتهم. كذلك نحن نقدم مساعدات إنسانية ليس فقط في أفغانستان وإنما أيضا الدول الجارة من أجل مساعدة وتمكينهم لمساعدة أولئك الذين يأتون إلى دولهم رغبة في التقدم بطلب اللجوء إلى أمريكا أو إلى مكان آخر. طبعا هذا يسهل مهمتهم، لكن مع ذلك لا أنكر أن هناك تحديات ومصاعب تواجه هؤلاء، هذا أمر صعب في الواقع. هناك مسؤوليات علينا أن نحرص على أننا نفي بتعهداتنا إلى أولئك الذين وضعوا أرواحهم في الخطوط الأمامية وأقاربهم وعملوا مباشرة مع الحكومة الأمريكية، مع سفارتنا، مع قواتنا وكذلك مع قواتنا الأمنية، أو عملوا مع وسائل الإعلام وكذلك مؤسسات المجتمع المدني وكيانات أخرى. وكما قلت، هناك بعض الأفغان إذا لم ينطبق عليهم مواصفات وهم يشعرون بأنهم في خطر، سنقدم لهم مسارا آخر عبر النظام الجديد الذي أعلن عنه اليوم. بالنسبة لإيران، نحن رأينا سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إيران عبر الأشهر الماضية ضد السفن، وبالنسبة لهذه الأفعال ليست جديدة ولن تؤدي إلى أي فرق بالنسبة للحكومة الجديدة. الذي تفيده هذه الهجمات هو أن هذه عدم مسؤولية من جانب الحكومة الإيرانية، سواء تعلق الأمر في هذه الحالة بالتهديدات لحرية الملاحة وللتجارة وللأبرياء أيضا، البحارة الأبرياء الذين هم فقط يعملون في صفقات تجارية في سفن ويمرون من مياه دولية. وكما قلت، نحن على اتصال وثيق وتنسيق وثيق مع المملكة المتحدة وإسرائيل ورومانيا وكذلك دول أخرى، وسيكون هناك رد مشترك.